اليوم لم يتقدم أحد، ولكن استقبلت اللجنة عدة استفسارات وقامت بالرد عليها، لكن التقديم كأوراق لم يتقدم أحد. إيه السبب يا فندم؟ السبب إن إحنا قلنا من تقدم من قبل وقبل فمش فيش حاجة إنه يتقدم مرة أخرى، فهذا وفر على الكثيرين معاناة تجميع المستندات وتقديمها ومتابعتها. في ضوابط محطوطة، اللي مستوفي هذه الضوابط بياخد تصريح، اللي مش مستوفي مش هياخد تصريح. تمام. مهما لف ودار يجي يقول ورقي كامل هون وانت ما اديتنيش تصريح. البعض قريت النهارده ان البعض بيسال ليه اعلنتم عن فتح باب التقديم لوسائل الاعلام والمنظمات والانتخابات لم تبدا او لم يصدر لها جدول زمني. الاجابه بكل بساطه ان دي اسمها ايه؟ منظمات ووسائل اعلام لمتابعه الاجراءات الانتخابيه. فبديهي ان تكون تحديد هذه المنظمات وهذه الوسائل سابقه على اجراء الانتخابات، وهذا ينم عن حرص اللجنه على اجراء انتخابات شفافه وبكل حياد. موعد الانتخابات هيتحدد في جدول زمني عقب صدور قانوني مباشر الحقوق السياسيه ومجلس النواب.